اهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليله من الشرقيه نيوز، يتولى على تقديمه انا بيان عبنده وامين عدنان. شكرا بيان، مرحبا بكم، والبدايه بالعناوين. هناك بعض الكيانات وبعض الاحزاب قاعد تهدد المواطنين في بعض مناطق سكناهم انه لما تجي تجيب لك فيها 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، واذا ما تنتخبنا احنا نعرف شلون نتعاطى وياك. الكاظمي يشرف بنفسه على ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات ويحذر كيانات وأحزاب تهدد الناخبين وتبتزهم. مقاطعة ماري لأن المقاطعة ما تخدمنا، الديد ناس تقود البلد هذا. أنا اليوم كشاب لازم يكون عندي وعي سياسي، لازم أعرف إذا أروح أنتخب الشخص الصحيح راح أوصل النتيجة صحيحة أنا أريدها. صوتك مصيرك حقك ووعيك، أهالي المنصور يطلقون عنان التغيير، 10 من تشرين يوم عقاب الفاسدين. سعيا وراء مطالب الشعب وتطلعاته، الحلبوسي يواصل لقاءاته مع العراقيين، والبناء والإعمار أولوية التقدم. إن شاء الله نشارك بهالانتخابات نحو الأفضل إن شاء الله، نريد نزيح الوجوه القديمة بوجوه جديدة إن شاء الله، نريد إعمار، نريد خدمات، كل إحنا كله مفقود من عنده. من صرخة تشرين إلى صولة التغيير، مهد الانتفاضة يثأر للشهداء عبر صناديق الاقتراع. ولا مشكلكم وأوجب وحل ذكري أبي بتفهم بي بشراكة بي وبي لحلولي جدي بكل دواء دور لعاطفة ودور لتعصبش. البارزاني يعلنها، الشراكة في العراق تبخرت وبدون توافق وتوازن لن تحل المشاكل مع بغداد. بعد الموصل والعبارة وداقوق مخمور تزف شهداء الإرهاب، بقايا داعش تضع الأبرياء بدائرة الخطر. أقول لكل امرأة عراقية، أنت لست نصف المجتمع، بل المجتمع بيكمله فنصفه الآخر يولد من أرحام مثلنا. المرأة العراقية كل المجتمع، ونرفض أي تعنيف ضدها، يقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أشرف القائد العام للقوات المسلحة في العراق مصطفى الكاظمي على عملية التنفيذ أول ممارسة أمنية تخص الانتخابات، وذلك خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة. الكاظمي كشف عن تلقي شكاوى عديدة من بعض المناطق تتمثل بقيام بعض الكيانات والأحزاب السياسية بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم والإدلاء بأصواتهم، موجها الأجهزة الأمنية بالتعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة. عندنا الشكاوى كثيرة قاعد تجي في بعض المناطق، هناك بعض الكيانات وبعض الأحزاب قاعد تهدد المواطنين في بعض مناطق سكناهم إنه لما تجي تجيب لك 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، وإذا ما تنتخبنا إحنا نعرف شلون نتعاطى وياك. أتمنى من الأجهزة الأمنية تتعاطى مع أي شكوى بكل حسم وبكل قوة، لا تراجعون. هاي الجماعات اللي تحاول تبتز الناخب هي محاولة خطف القرار المواطن ومحاولة التجاوز على الدولة وتجاوز على القانون، وانتم ممثلي اليوم لهيبة الدولة ممثلي نيابة عن القانون. أتمنى عليكم التوجيهات تجيكم من اللجنة العليا لأخذ بيها أي ضغوط تتعرضوا لها أو ابتزاز بلغوا به، وإحنا جاهزين لحمايتكم وتوفير كل الدعم لكم حقيقة. أتمنى عليكم ما تنسون هاي انتخابات مهمة حساسة جدا، الوضع يجب أن يكون مضبوط ويجب أن يكون حاسم وغير قابل للتأويل أو للاجتهادات. التوجيهات تجيكم حرفيا، موضوع حماية صناديق الانتخابات، المخازن، في كل انتخابات كان واجه مشكلة الحرائق في بعض المخازن أو تلاف أجهزة، أتمنى تكونون هذه المرة أخطاء الماضي متتكرر.
ووجه القائد العام الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها بالعمل وفق الاعتبارات المهنية بعيدا عن العواطف التي قد تؤثر في القرارات يوم الانتخابات تحت عنوان مكون أو حزب ما. وقال الكاظمي أن نجاح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون يتولد شعور الاطمئنان لدى المواطن في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها. أخواننا في اللجان الفرعية اليوم قاعدين في اجتماع مع اللجنة العليا لأمن الانتخابات، طلع بعض التوجيهات. الممارسة الأولى اليوم بدأت، أتمنى عليكم الاستفادة من تقييم الأخطاء بها والتركيز على حماية المواطنين والناخبين، وكذلك القيام بكل التوجيهات تجيكم اللجنة العليا لحماية الانتخابات. أعتقد هذه فرصة تاريخية فقط لإبعاث رسالة لكل مواطن في كل محافظاتنا العراقية الطيبة أن الهدف فرض القانون وفرض مبدأ العدالة والتساوي بين المتنافسين والتأكيد على نزاهة هذه الانتخابات. هذا الدور اللجنة الأمنية تتحمل مسؤولية كبيرة به، وعليكم أن تتحملون مسؤولية تبتعدون عن الجوانب العواطف والمحسوبية والانتماءات المذهبية أو القومية على حساب شرعية أو عدالة الانتخابات. هذا توجيه يجب أن يكون الأجهزة الأمنية واللجنة العليا والحكومة في مسافة واحدة بين كل مرشحين. هذا الطلب عندكم تبتعدون عن الجوانب العاطفية في التعاطي أو تعرض لضغوط من قبل أطراف للتأثير على إجراءات الانتخابات. وجدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحذيراته من استغلال موارد الدولة انتخابيا من قبل مسؤولين مرشحين لانتخابات تشرين. الكاظمي وجه خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية، وجه مفوضية الانتخابات بإبلاغه مباشرة بأي استغلال يحصل لهذه الموارد من قبل مسؤولين مرشحين من الوزراء والمحافظين محافظين وغيرهم. من أجلكم من أجل العراق يجب أن نعمل سوية لإنتاج انتخابات تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي بالحكومة وبثقة نظامنا الديمقراطي وحمايته من أي موضع شك أو عدم ثقة بالمواطنين. بانعدام الثقة لا يستطيع النظام السياسي أن يكمل مشواره في خدمة الناس. بعض المحافظين بعض الوزراء مرشحين بالانتخابات، احنا بلغنا الجميع يجب أن لا تستخدم موارد الدولة أو مؤسسات الدولة للترويج على حساب العدالة مع المنافسين. آخر أتمنى من الجميع أن يلتزم، والمفوضية وعدونا أنه أي تجاوز راح يكون راح يبلغون به وراح نأخذ به إجراءات ضد أي مسؤول مرشح في الانتخابات يحاول يحصل على موضع قدم أو ظروف استغل ظروف الدولة على حساب المنافسين الآخرين. هذا نظام ديمقراطي يجب أن نحترمه، نحترم كل قرارات وقوانين الدولة وكذلك المفوضية. لا تنتخبوا خادما مستعبدا أو مأجورا ومتزلفا ناقص جاه. وراء مطالب الشعب وتطلعاته، الحلبوسي يواصل لقاءاته مع العراقيين، والبناء والإعمار أولوية التقدم. إن شاء الله نشارك بهالانتخابات نحو الأفضل إن شاء الله. نريد نزيح الوجوه القديمة بوجوه جديدة إن شاء الله. نريد إعمار، نريد خدمات، كل إحنا كله مفقود من عنده. من صرخة تشرين إلى صولة التغيير، مهد الانتفاضة يثأر للشهداء عبر صناديق الاقتراع. أجرى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جولة ميدانية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وذلك ضمن سلسلة جولاته للاستماع إلى مطالب سكانها. واطلع الحلبوسي خلال الزيارة على المشروعات الخدمية والاستثمارية التي يتم العمل عليها في محافظة الأنبار، كما التقى الحلبوسي بعدد من أهالي المدينة واستمع إلى المشكلات التي تعاني منها، متعهدا بتنفيذ مطالبهم عبر القنوات التنفيذية.
والتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد خطباء وأئمة الحضرة القادرية، واستمع الحلبوسي إلى مطالب ومقترحات شيوخ وأئمة الحضرة القادرية، كما التقى جمعا من المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم ووعد بنقلها إلى الجهات التنفيذية من أجل تنفيذها على وجه السرعة. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن قانون الانتخابات الجديد ونظام توزيع المقاعد لا عدالة فيه، إلا أن الحزب الديمقراطي قرر المشاركة في الانتخابات حفاظا على المصلحة العامة والتوازن. البارزاني أكد في كلمة على هامش انطلاق الحملة الانتخابية للبارتي، أكد بأن الحزب الديمقراطي في الانتخابات السابقة كان في الرقم واحد، وأنه يتمنى بأن يبقى الحزب هو الأول في هذه الانتخابات أيضا. لم يتبقى سوى شهر على الانتخابات، ولدينا ملاحظات عدة حول قانون الانتخابات وتوزيع مقاعد المحافظات، لأنه لم يتم إجراء الإحصاء الرسمي، ولهذا ليس فيه أي عدالة، ولكن للمصلحة العامة وحفظ التوازن قررنا المشاركة فيها. نتمنى أن تكون الانتخابات شفافة ولا نشهد فيها أي تزوير، وهذا ما تطمح إليه الأمم المتحدة أيضا. في الانتخابات السابقة الحزب الديمقراطي ليس على مستوى الإقليم، وإنما على مستوى العراق أصبح الحزب رقم واحد، ونتمنى أن يبقى الحزب الأول في هذه الانتخابات أيضا. وحول العلاقة بين بغداد وأربيل، قال رئيس حزب الديمقراطي مسعود البارزاني إن المشكلة لا تكمن في الموازنة، وإنما في الشراكة التي لم يتبقى منها أي شيء. ودعا البارزاني أعضاء ومؤيدي البارتي إلى المشاركة في الانتخابات كونها مصيرية، مطالبا بالوقت ذاته في الحفاظ على أمن واستقرار الحملة الانتخابية والابتعاد عن التشهير والاستفزاز. نتمنى أن تعالج المشاكل والخلافات العالقة مع بغداد، وأعتقد حان الوقت أن تكون هناك حلول جذرية لهذه المشاكل. مشكلتنا ليست الميزانية، لأن الميزانية حق الجميع، لكن مشكلتنا هي الشراكة، حيث لم يبقى في هذا البلد أي شراكة. في داخل كردستان نتمنى لجميع الأطراف أن تراجع نفسها، وبدلا من أن نقوم بالتقليل من شأن البعض ينبغي أن نتكاتف ونتعاون معا. قولي مشكلكم وأوج بوحل ذكري أبي بتفهم ببشراكات بي وبير لحلولي جدي بكريتها دور لعاطفة ودور لتعصبش. يعول ناخبون في ذي قار على أن تعيد انتخابات تشرين جزءا من تضحيات المحافظة خلال انتفاضة تشرين وما تلاها، الناصرية التي كانت تظاهراتها سببا في إقالة الحكومة السابقة. يؤكد ناشطون فيها استكمال مسيرة الشهداء عبر صناديق الاقتراع. المزيد مع تقرير غزوان الغزي. شهر واحد هو ما تبقى لموعد الانتخابات المبكرة التي يأمل المواطن هنا في ذي قار أن تغير واقعه وتنتشر المحافظة مما فيها. طالب من أخوتنا في الناصرية مشارك في الانتخابات واختيار الشخصيات الشابة والجديدة واختيار شخصيات نزيهة وكفوءة، وهنا اليوم نلاحظ كثير من المرشحين متواجدين في الناصرية من الشباب وغيرهم من العوائل المعروفة. إن شاء الله نشارك بهالانتخابات نحو الأفضل إن شاء الله. نريد نزيح الوجوه القديمة بوجوه جديدة إن شاء الله. نريد عمار، نريد خدمات، كل إحنا كله مفقود من عنده. إحنا بالذات ذي قار هسه زين إيش كم نائب به. الناس هنا يحث بعضهم الآخر على ضرورة اختيار النزيه الكفو وأن يعاقب الفاسد المرتشي بإقصاء اسمه من صناديق ذي قار. نتمنى من الواعين من الشباب من الناس المشاركة أن تختار الشخصيات والكيانات الغير مجربة النزيهة الموثوقة التي ممكن أن تغير من حال البلد ووضعه مستقبلا. مفروض الشعب يعي الموقف الأحزاب القديمة التي دمرت العراق زين، والمفروض يتجه للأحزاب الجديدة التي تشكلت بعد المظاهرات ويشوف يتمحص الأشخاص الكفؤين الأشخاص القادرين على قيادة هذا البلد. طموحات وآمال كبيرة يعلقها ناشطون على وعي الناخب باختيار من لم تتلطخ يداه بالمال والدماء.
من ذقار غزبان الغزي الشرقية نيوز. ينضم معنا الآن السيد صفاء الأسد عضو التيار الصدري وأيضا فيان صبري قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا عبد الكريم عبطان مرشح تحالف تقدم عن بغداد. أهلا بكم معنا في حصاد الليلة. سأبدأ معك سيد صفاء الأسد، يعني أسابيع قليلة ربما تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي وما زالت هناك الكثير من التحديات والمعوقات تقف أمام يعني أمان الانتخابات. أنتم في التيار الصدري، ما مدى ثقة التيار الصدري بالاستحقاق المقبل من حيث نزاهة الانتخابات وأمان العملية الانتخابية وغيرها؟ تفضل. نعم، شكرا لكم سيدتي الفاضلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء تحية طيبة لكم ولقناتكم المؤقرة ولجميع المشاهدين الأكارم. فيما يخص انتخابات 10/10، أولا من الناحية اللوجستية والناحية الفنية من ناحية المفوضية، احنا كتيار صدري عندنا ثقة جدا عالية بالمفوضية بإجراءاتها بإجراءاتها الفنية والتقنية، وخصوصا مع نظام البطاقة البايومترية اكو ثقة عالية، اكو تصفير لكثير من الشكوك والظنون السيئة اتجاه هذه الجهة التنفيذية المستقلة. يعني مسلمين يعني سلفا بنتائج الانتخابات، مؤمنين بمخرجات العملية الانتخابية دون شك. عندنا ثقة بالمفوضية بمجلس المفوضين الجدد، ما عندنا أي ملاحظة لا من الناحية الفنية ولا من الناحية التقنية، وخصوصا أنه تعرفون أنتم جنابكم حتى البطاقة المؤقتة البطاقة القديمة ما راح يتم الاقتراع بها، لانه راح يذهب الناخب صاحب البطاقه المؤقته الى مركز الانتخابي يسلم هذه البطاقه، تؤخذ منه البصمات العشره وتؤخذ منه صوره ويسلم له وصل، وعلى غرار هذا الوصل يروح ينتخب حتى يستلم في وقت لاحق البطاقه الدائمه اللي هي البطاقه البايومتريه. اذا نسبه التزوير او الشكوك بالعمليه الانتخابيه منحسره بل تكاد ان تكون شبه معدومه. هذا جانب. الجانب الآخر، نعم أكو تخوفات لدى بعض الكتل، تخوفات مو فنية أو تقنية بقضية الانتخابات. قانون الانتخابات الجديد وخصوصا الدوائر المتعددة سوف يغير من المشهد السياسي دون شك. سوف نشهد أنه بعض الكتل التي كانت في السابق لديها مثلا حجم معتد به تحت قبة البرلمان سوف ينحسر هذا الحجم، سوف تنخفض حظوظ كثير من الكتل بسبب الدوائر المتعددة. التيار الصدري من هذه الناحية ما عندنا أي مشكلة على الإطلاق، لأنه اعتاد التيار الصدري طيلة الانتخابات السالفة أنه يشتغل أصلا بنظام نسميه إحنا تقسيم المقسم. لما كانت المحافظة دائرة واحدة إحنا أساسا نروح باتجاه تقسيم جمهورنا على مرشحينا، فما بالك جاء هذا القانون الذي يتناسب وتطلعات التيار الصدري، على اعتبار أنه التيار الصدري عنده قاعدة جماهيرية ثابتة وموزعة، عندنا قاعدة بيانات، عندنا إحصاءات أولية للأصوات الصدرية في كل الرقع الجغرافية. نعم. سوف نعود إليك سيد صفاء. نعم. للنقاش أكثر سيد فيان، يعني رئيس الحزب الديمقراطي البارتي سيد البارزاني أعلنها صراحة بأن الشراكة قد تبخرت، فهل هي رسالة إلى باقي القوى أنه لا ثقة بعد اليوم قبل الانتخابات وإنما الحديث سوف يكون بعد الانتخابات وربما بطريقة وشكل آخر؟ سلام وتحية لك وللضيف الكريمين. طبعا اليوم كانت رسالة أو بيان السيد الرئيس مسعود البارزاني، كان هو يعني أعتقد بيان واقعي جدا، وكان بيان يعني يوضح فيه أو رسالة لجميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان وفي العراق بأننا يجب أن نكون على مستوى من الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف السياسية. يعني طبعا بلا شك مخرجات العملية الانتخابية ستكون هي أعتقد هي الأساس أو هي البنية الأساسية على لبناء التحالفات. اليوم يعني الخطاب أو البيان الذي يعني صرح به السيد رئيس مسعود بارزاني كان حول أولا أهمية الانتخابات، أهمية عدم التزوير في هذه الانتخابات، أهمية المشاركة الانتخابية لجميع يعني العراقيين وأكيد في إقليم كردستان
نتمنى أن لا نشهد أي مجال للتزوير، نتمنى أن تكون الأمم المتحدة هي من تراقب هذه العملية يعني ونقلل من نسبة التزوير بلا شك. نحن الجميع نتمنى، وأيضا اليوم يعني كان واضحا في ذلك الخطاب، بأننا نتمنى أن تكون هذه الانتخابات على مستوى الشارع العراقي وعلى مستوى يعني توقعات الشارع العراقي. طبعا أكيد يعني هناك كانت ملاحظات يعني سابقة أيضا نحن حول الدوائر المتعددة، وحول أيضا أنه للآن يعني مرت عدة سنوات 10 سنوات أو أكثر ولا يوجد هناك تعداد سكاني في العراق. عدد المقاعد قد تكون في إقليم كردستان دائما ما تكون يعني أقل من المحافظات الأخرى. سعر المقعد الواحد في داخل محافظات إقليم كردستان عادة ما يكون مرتفعا عن المحافظات الأخرى، ولكن بالنهاية أعتقد نحن يعني كما بينا في الانتخابات السابقة على مستوى العراق وحتى في إقليم كردستان، فنحن الحزب الأول إذا كنا في انتخابات يعني 2018 أو حتى انتخابات برلمان إقليم كردستان نحن كنا الحزب الأول، وإن شاء الله نحن نطمح في هذه الانتخابات أيضا القادمة أن نكون الحزب الأول على مستوى إقليم كردستان وأيضا على مستوى العراق. نعم، إذا ننتقل إليك سيد عبد الكريم أبطان، يعني اليوم وخلال حديث السيد الكاظمي قال بأن الانتخابات هي حل لجميع مشاكل العراق، هل بالفعل اليوم يعني مفتاح الحل لجميع المشاكل في العراق هي بإجراء انتخابات حرة نزيهة أم ماذا؟ تفضل. شكرا جزيلا لجنابك ولقناتكم الكريمة ولضيفيك الكريمين ومشاهديكم الكرام. وحقيقة هو هذا الأمر صحيح، لأنه إحنا شنو البديل عن الانتخابات؟ هل نذهب إلى التجربة الأفغانية، التجربة الحوثية؟ خيارنا الوحيد هو الانتخابات، وهذه مادة دستورية انتهت مادة 164، مجلس النواب عن نفسه، المفوضية أعلنت استعداداتها، دولة رئيس الوزراء أعلن استعداداتها لحماية المراكز الانتخابية والمرشحين، الأمم المتحدة دخلت على الخط، إحنا الكتل السياسية هيئنا أمورنا، فالوضع خلص الانتخابات قائمة ومنتهية والموضوع مدبر ومنتهي، لكن في عقدة مركبة بين الجمهور وبين كل هذا اللي تفضلتوا به جنابكم وضيوفك الكرام. العقدة المركبة احنا بال 2018 كانت اكو تزوير واضح بالانتخابات، والسبب الرئيسي للتزوير في اعتقادي انه العزوف عن الانتخابات اللي 80% من الشعب العراقي ما راحوا للانتخابات ادى الى عملية التزوير. فالآن حتى وفي ظل هاي الظروف، يعني شفنا بتقريركم تغيير أمور وخدمات ومدري إيش، هاي كلها حقوق على للشعب العراقي وواجب أيضا على من ينتخبوه أن يقدم أفضل الخدمات والحلول والقوانين والآخرين، لكن عدم الذهاب للانتخابات وعدم المشاركة بالانتخابات سيؤدي إلى كارثة جديدة ويرجع لكم نفس الطاس ونفس الحمام. فإذا من خلال قناتكم الكريمة ومن خلال برنامجكم المحترم علينا أن نوعي الناس، وإحنا الآن نراهن على وعي الناس، وأن يتحول هذا الصندوق إلى صندوق عقاب. أنتم عندكم الآن رؤية شاملة 18 سنة، منهم من أخفق ومنهم من مديد الأجنبي ومنهم من سرق ومنهم من فشل، عندكم قصص نجاح كبيرة، وهذه قصص النجاح تؤدي بالمواطن العراقي بأن يذهب ويشوف التجارب حقيقة الأمر، يعني مثل تجربة الأنبار قادة السيد الحلبوسي وتجارب أخرى هذه فادتنا في هذه المرحلة، وإحنا بإذن الله تعالى سننقل هذه التجارب إلى مناطقنا. إذن الوضع الآن متكامل، القضية جيدة، الأجواء الآن طبيعية، أكو مثلا استهداف لبعض الصور من ضعفاء النفوس والناس الخاسرين واللي خايفين واللي قلبه يرجف، أكو استهداف إنا والغيرنا، لكن نتمنى أن يكون التنافس شريف، وهذا التنافس يفترض أن يكون على أساس البرامج والشخصية أو الشخص المرشح سواء كانت امرأة أو كان رجل، عليه أن يعرف المشاهد الكريم إنه الشعب العراقي اللي راح يجيبه هذه لا ورث من الآباء والأجداد ولا من العشيرة. الآن المناطق صارت مناطق ضيقة، مناطق تقسمت على أساس
الدوائر، وهذا التقسيم فيه فوائد كبيرة. سيعترف نعم سيد عبقان، سوف نعود إليك، سيعرف من نعم. سينتخب وسيكون له نعم. نعم سيد صفاء، بما أنه التيار الصدري له شعبية كبيرة وكان يريد أو حتى الآن هو يراهن على كرسي رئاسة الوزراء، فكيف ينظر التيار اليوم سياسيا إلى الخارطة المقبلة؟ كيف ينظر إلى خصومه بل وحتى حلفائه في الساحة قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات؟ فيما يخص مشروع التيار الصدري ومشروع رئاسة الوزراء، طبعا أكيد هو رئاسة الوزراء مغاية على الإطلاق، إنما هي وسيلة حتى تحقق برنامجك، حتى تحقق مشروعك اللي أنت عاده وتعتقد بأن هذا المشروع صالح ويصلح لإنقاذ البلد، لإيصاله إلى بر الأمان. فتحتاج إلى أعلى منصب تنفيذي في البلد اللي هو رئاسة الوزراء. التيار الصدري على طول الخط كان يسمى بصانع الملوك. أعتقد الآن من وجهة نظرنا أنه آن الأوان أنه نروح باتجاه التحمل المسؤولية بشكل واضح وصريح، ومن حقنا دستوريا، من حقنا يعني جماهيريا، هذا كفله الدستور مادة 76، يعني القضية واضحة جدا. الموضوع الأهم سيد الفاضل أنه بعد 10/10 لغاية 10/10 كل الأمور مثل ما تفضل السيد الضيف المحترم، كل الأمور الآن من الناحية الفنية واللوجستية والتقنية معدة وجاهزة، يعني كل المقدمات تمام. ما بعد 10/10 هو الأهم، صندوق الاقتراع، هذا الصندوق الأزرق ماذا سيفضي؟ شلون راح يغير الخارطة السياسية بالعراق؟ يقينا الخارطة السياسية بعد 10/10 لن تعود ذات الخارطة السياسية في 2018 أو 14 أو في سابقاتها. أكو خارطة جديدة، أكو مشهد جديد، راح يكون هناك تغير في توازن القوى. سوف نشهد انحسار لبعض القوى وتنامي لقوى أخرى. سوف نشهد حضور فاعل وواضح للكثير من المستقلين. هاي كلها راح تسهم برسم الحكومة المستقلة. من الناحية السياسية التيار الصدري عدة تفاهمات مع أغلب الكتل، علاقتنا طيبة، أكو تفاهم وتوافق بالمشروع والرؤى اللي نحملها إحنا كصدريين، وخصوصا الوثيقة التي تم توقيعها من أغلب قادة الكتل السياسيين في البلاد، هي مؤشر خير يعني ودلالة خير، وهي تعتبر مشروع مستقبلي لمشروعنا السياسي سيد الفاضل. نعم، إذن أعود إليك سيدة فيان صبري، يعني المتتبع والقارئ لما تحدث به السيد مسعود البرزاني اليوم يفهم بأن هناك ربما مظلومية وغبن وقع على الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال قانون الانتخابات الجديد. هل بالفعل هناك ربما مظلومية للحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل يعني هناك أسباب أخرى ربما أوصلت الحزب إلى هذا الأمر؟ لا، هو الموضوع أنه ليس في هذه الانتخابات فقط، أيضا في انتخابات 2018 وقد تكون أيضا في انتخابات 2014. أنا تكلمت بهذه النقطة التي اليوم وضحها خطاب السيد الرئيس مسعود البرزاني، أنه هناك ليست هناك عدالة في عدد المقاعد بالنسبة لمحافظات إقليم كردستان مع المحافظات الأخرى، وهذه كانت واضحة حتى أثناء ترسيم الدوائر. يعني نحن نتذكر جيدا، أنا كنت أحد الذين كنت يعني في داخل كرئيسة كتلة في عندما وزعنا الدوائر في داخل مجلس النواب، كان هذا يعني هذا الشيء واضح، يعني عن طريق الأرقام واضحة بأنه الكرسي أو المقعد في داخل محافظات إقليم كردستان عادة ما يكون مرتفع عن المحافظات الأخرى. يعني هذه لأنه إلى الآن لا يوجد أي تعداد سكاني، تعداد سكاني في العراق لا نعلم إلى الآن، يعني عندما حتى في داخل الموازنة عندما يقال يعني 12.67 لا أعلم على أي أساس، لأنه لا يوجد هناك تعداد سكاني. يعني نحن نتمنى دائما أن يكون هناك تعداد حقيقي في العراق، وهذه هي أحد الأولويات في داخل البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يكون هناك إحصاء رسمي في العراق أو تعداد سكاني. النقطة هي هذه. وأيضا طبعا كما تفضل به أخي العزيز، اليوم القانون الانتخابي واضح جدا على مستوى الدوائر المتعددة، على مستوى أنه كل محافظة تتوزع على عدة
ثلاث دوائر، والفائز الأول بالنسبة لنا نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نحن حزب كبير لدينا قاعدة جماهيرية ثابتة وأيضا متطورة، وفي نفس التوقيت نحن حزب على مستوى ليست فقط إقليم كردستان، على مستوى المحافظات الأخرى، واليوم لدينا مرشحين أقوياء في كل المحافظات، في محافظة بغداد، في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، في محافظة ديالى، يعني في جميع المحافظات حتى في محافظة النجف. وهذه لأننا كما قلت يعني كحزب، وأيضا في انتخابات 2018 كنا الحزب الأول على مستوى الأحزاب، الكتل الأخرى كلها متكونة عن طريق تحالفات، إنما الحزب الديمقراطي الكردستاني هو كحزب كان الحزب الأول على مستوى العراق وأيضا مستوى يعني طبعا إقليم كردستان. وأيضا في انتخابات برلمان إقليم كردستان نحن أيضا أكدنا هذه يعني المعلومة أو الواقعية، ولذلك السبب نحن لا نتخوف من أي انتخابات، بل بالعكس نحن ثابت ومتطور. وأنا متأكدة كما اليوم كان شعارنا، نحن الحزب الذي سيكون يعني فيه مستقبل أفضل ومستقبل أقوى لجماهيرنا، لشعبنا، وأيضا نحن نطمح إلى أن يكون وطن مستقر ووطن آمن، وأيضا نطمح بأن تكون هناك عدالة اجتماعية وعيش كريم لجميع العراقيين، وليس فقط في إقليم كردستان، ولكن بلا شك طبعا من أولوياتنا أن يكون هناك تحقيق للحقوق المشروعة للشعب إقليم كردستان. عم سيد عبد الكريم، يعني لطالما عانت مناطق حزام بغداد والمناطق التي تمثلونها من الإرهاب، من التهميش كما تحدث ابناء هذه المناطق، من الخارجين عن القانون والسلاح المنفلت، فهل ربما يختلف الأمر في هذه الانتخابات؟ هل ربما سوف نشهد حشد فعليا يذهب إلى الانتخابات لتغيير الواقع وتغيير هذه المناطق وانتشال لها ربما من الخراب ورسم ربما طريق جديد مليء بالخدمات؟ يعني خلينا نكون واضحين، هو هذا ضمن مناطقنا واحتمال يصير ضمن العراق على الفضاء الوطني يعني لكل الناس، لكن احنا مناطقنا عانت مو فقط حزام بغداد، حتى في الداخل والمناطق القريبة لها، يعني مثل الجرف الصخر، العواسات، المناطق الغربية، تعرف جنابك الصار بينا احنا، وهذه المناطق بيها من المشاكل المشتركة، يعني بيها مغيبين، بيها مختطفين، بيها معتقلين، السجن الاحترازي، ده نشتغل على قانون العفو العام حتى ننصف الأبرياء من هؤلاء الناس. فأكو مشاكل، يعني الناس من تيجي طالبنا، الطالبنا مو شغلتنا يعني ذب درب سباس أو ما شنو، أكو أمور مهمة اللي هي الهوية والكرامة وعودة الأهل، عودة النازحين، هذه أولويات بالنسبة لنا حقيقة الأمر. وراح بإذن الله تعالى من الله يكتب لنا أن نكون ممثلين لهؤلاء الناس في قبة البرلمان، لن نضع يعني من أيدينا شيء بسيط إلا وأن وضعنا هذه الأمور في البرنامج الحكومي، ويفترض أن تكون يعني قابلة للتطبيق، وسنتفق بإذن الله تعالى أن نكون صوتهم وندافع عنهم حقيقة. وإحنا طبعا نادينا والتقينا بالمؤسسات الرسمية وبالمسؤولين، ممكننا نواب والآن وممثلين الآن يعانون من هذه المعاناة، وقناتكم أعتقد عبرت عن جروح هؤلاء الأبرياء أكثر من مرة وأكثر من لقاء، وهي طبعا صوت الناس حقيقة الأمر. إذن نحتاج أولا إلى برنامج يعني حتى نهيئ الأجواء، يعني الآن خلينا نفكر أنه شلون نحافظ على انتخابات نزيهة وشفافة يصل بها الممثل الحقيقي إلى سدة الحكم. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر طبعا من حق كل الناس، سألت الأخ ضيف على تيار الصدري يأخذ رئاسة الوزارة أو آخرين، حقهم لرئاسة الوزارة ليس حكر لجهة، ولكن المادة 76 من الدستور، وإحنا حكينا بأكثر من مكان لهذا الموضوع باعتبار اختصاصي إن شاء الله شغلات القانون، كانت نية المشرع سابقا من وضعت المادة 76 إنه الكتلة الفائزة السياسية، وهذا واقع بالعالم كله،
أن تأتي هي من تشكل الحكومة، وإذا لن تصل إلى الأغلبية المطلقة عليها أن تتحالف وتشكل الحكومة وتمضي، وإذا لن تستطيع تأتي الكتلة التي تليها بالفوز ممكن أن يشكل الحكومة. لكن المحكمة الاتحادية قراراتها تعرفين جنابك موجود مادة 93 قرارات ملزمة وباتة، وضعت أو فسرت المادة 76 بأن الكتلة الأكثر عددا داخل قبل البرلمان التي تتشكل بعد الفوز، وهنا راح ماكو خيار إلا تبدي التفاوضات ويصير هذا المكان للسنة، هذا المكان للشيعة، وهذا المكان للكرد. وأتمنى أن يأتي الأصلح من كل الأطراف بدون أن نضع التسميات مقدما. هذا جانب. جانب آخر، إحنا الآن أمام مشكلة المال السياسي، شراء الذمم، نعم، التضليل، الوعود الكاذبة. نعم سيد عبد الكريم، هذني كلهن قضايا مهمة أعتقد سنراهن على وعي الناس، وهذه لن تنطلي على أي جهة أو أي عراقي في هذه المرحلة. هذه المرحلة في اعتقادي سيكون الاختيار الأفضل والأصلح والأقوى أن يأتي إلى البرلمان، لأن من البرلمان تنطلق الحكومة ويأتي رئيس الدولة ويأتي رئيس الوزراء وتأتي نعم الوزراء باعتبار احنا مجموعة عن حكمنا برلمان. نعم. إذا سيد صفاء، يعني عاد من جديد ربما موضوع الكتلة الأكبر، والحديث يدور كثيرا حولها وأيضا حول منصب رئاسة الوزراء. هل أنتم في التيار الصدري قادرون اليوم على حصول عدد أكبر من المقاعد لتولي هذه أو هذا المنصب؟ يقينا وفق قانون الانتخابات الجديد والدوائر المتعددة ماكو كتلة راح تحصل 50+1 على الإطلاق. لابد أن تروح باتجاه ائتلافات وتفاهمات مع باقي الكتل. التيار الصدري الإحصائيات الأولية، دراستنا أرقامنا الأولية تشير بأن احنا راح نحصل على مقاعد يعني مريحة تأهلنا تأهلنا بأن نتفاوض مع ننطلق إلى الفضاء الوطني للتفاوض مع باقي الكتل الوطنية التي نحسن الظن بها حتى نشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن. حكومة أيضا يجب أن تكون حكومة وطنية قوية ذات قرار عراقي تعنى بالمواطن العراقي، مو خاضعة للتدخلات الإقليمية والتدخلات الدولية، وإلا شنو قيمة الحكومة وهي حكومة ضعيفة أو حكومة إملاءات أو حكومة أوردرات أو حكومة ما تستطيع أن تحقق أبسط أمنية من أمان المواطن البسيط، ما لها قيمة. ولذلك أنا قلت في أول كلامي وأكرر أنه التيار الصدري بأدبياته، أدبيات عمل السياسي، المناصب مو غاية على الإطلاق. المناصب عبارة عن مقدمة لتحقيق مشاريعنا الوطنية التي نطمح ونصبو إلى تحقيقها. من حقنا رئاسة الوزراء فيما لو أفرزت صناديق الاقتراع الأصوات التي نمني أنفسنا بها، واللي لحد الآن المعطيات تدل على أن التيار الصدري راح يروح بفارق كبير عن أقرب منافسيه باعتبار أنه عنده رصيد جماهيري ثابت، وهذا متفق عليه ما يختلف عليه اثنين عقلاء. عندنا تفاهمات مع باقي الكتل، إذن الأمور إلى الآن إيجابية جدا بالنسبة لنا. عم سيد فيان، يعني لطالما في الانتخابات التي جرت في السابق منذ 18 سنة أو أقل من ذلك، لطالما كان الحزب الديمقراطي وباقي الكتل تنتظر من يأتي من بغداد لكي يأتلف معها وبذلك تتشكل الحكومة، لكن من كثرة الوعود التي حصل عليها الحزب الديمقراطي وباقي الأحزاب الكردية ولم تتحقق، ربما هناك يعني ربما سوف يكون إحباط كبير، وخاصة إعلان السيد البارزاني أن الشراكة قد تبخرت. فهل هذا يعني ربما في هذه الانتخابات سوف نرى البارتي سوف يكون في صفوف المعارضة البرلمانية وليس مؤتلفا مع أحد من الكتل، بما أنه أغلب الكتل هي نفسها وذات الكتل التي هي موجودة؟
لا بالعكس، الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون الفائز الأول، وأكرر على مستوى أقليم كردستان وكحزب أو كقائمة ستكون الأولى يعني كحزب، ولذلك السبب سنشارك بلا شك في الحكومة. وأيضا نحن شجرة البلوط كما أشار إليها السيد الرئيس مسعود البرزاني. الشجرة البلوط عادة ما تكون باسقة جدا ويعني تبقى، ولذلك السبب فمن يعول على أننا لن نشارك في الحكومة أو لن نكون الحزب الأول، أنا متأكدة بأنه سيعني ينكسر. أكرر يعني نحن كنا نتمنى أن تكون الدوائر على مستوى العراق، لأنه لدينا كرد في كل المحافظات العراقية مؤمنين بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الأول على مستوى، أولا نحن منذ يعني ثورة أيلول 1961 كان شعارنا الديمقراطية للعراق، لذلك السبب نحن الحزب الذي ليس فقط نادينا بالديمقراطية بل يعني واقعا نفذنا هذه الديمقراطية. وكانت 1992 أول من أشار السيد مسعود البارزاني فيها أنه يكون الحكم عادة بالانتخابات، تغير الحكم أو النظم يكون فقط بالانتخابات ليس أكثر من الانتخابات، والانتخابات هي مهمة جدا يعني جميع أنحاء الشعب العراقي، لذلك السبب من المهم جدا المشاركة الانتخابية لجميع الأطراف السياسية، وسنبقى شجرة البلوط إن شاء الله في العراق. نعم، إذا سيد عبطال يعني كيف تنظرون إلى الأجواء التنافسية للمرشحين؟ البعض يقول بأنها شحيحة، أنتم كيف تنظرون إليها؟ يعني أنا أتمنى أن يكون التنافس هو شريف بين الكتل السياسية على أساس البرامج السياسية وعلى أساس كفاءة الناس وإمكانياتهم وقصصهم يعني حقيقة الأمر، ولكن في شد وجذب احنا نتابع من خلال قنوات الإعلام، من خلال الدعاية الانتخابية، من خلال أمور أخرى في أكو مشاكل يعني حقيقة الأمر، لكن الظروف الآن بإذن الله تعالى ستكون ظروف مؤاتية، لأنه الشعب العراقي بصراحة شديدة الشعب العراقي الآن راح يشارك بالانتخابات، يعني احنا عندنا استطلاعاتنا واحنا ويا الناس يعني 24 ساعة، فعندهم توجه للذهاب والمشاركة بالانتخابات. هذا الذهاب والمشاركة بالانتخابات راح يجيب لنا شخصيات محترمة تقود البلد إلى ضفة الأمان، وأتمنى أيضا في الدورة المقبلة وتشكيل الحكومة أن هالمرة اختيار حتى الوزراء يكون اختيار ناجح وصريح وواضح وذات خلفيات وطنية وأساسية، حتى على الأقل تأتي وزراء أقوياء يستطيعون أن يشلون العراق من الكارثة أو المحنة اللي احنا بها حقيقة الأمر. لذلك ويرادلنا شغل يعني حقيقة، يرادلنا انفتاح على العالم، يرادلنا انفتاح على المحيط العربي، نرجع العراق إلى وضع الطبيعي. احنا عندنا أزمة بالكهرباء، عندنا أزمة بالخدمات، عندنا أزمة بكل شيء. الآن تجينا الناس تدور تعيينات والناس بطالة وناس يعني أكو أشياء مهمة، الجانب الصحي متدهور بالعراق، الجانب التربوي، أمور كثيرة بالعراق تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى عمل دؤوب. احنا يفترض كنواب ناخذ دورنا الرقابي والتشريعي ونعمل بكل تفاني وإخلاص، وننطي مدة للحكومة على الأقل 6 أشهر، إذا ما نجحت ممكن داخل قبة البرلمان أن نسوي فعل، ويفترض أن يطلع من عندنا مجموعة معارضة داخل قبة البرلمان لتقويم أداء الحكومة وفق الأدلات القانونية والدستورية. نعم، أشكرك السيد عبد الكريم عبطال مرشح تحالف تقدم في بغداد، وأيضا أشكر السيدة فيان صبري قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والشكر موصول إلى السيد صفاء الأسد عضو التيار الصدري، شكرا جزيلا لكم. لا تكتفوا بالغضب مما يجري اليوم، بل اخرجوا لتغيروا الحال وتقرروا ما سيجري غدا في العراق. اخرجوا إلى الانتخابات وانتصفوا لأنفسكم. أقول لكل
لست نصف المجتمع، بل المجتمع بيكمله، فنصفه الآخر يولد من أرحام مثلنا. المرأة العراقية كل المجتمع، ونرفض أي تعنيف ضدها، يقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطابه إلى المرأة العراقية قائلا: أنت لست نصف المجتمع بل المجتمع بأكمله، وأنت الأم والأخت والزوجة، ومن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال والعنف ضد نساء العراق. الكاظمي شدد خلال مشاركته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، شدد على أن المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%، وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها السياسية لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل، مجددا دعوته لتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة. فما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزا في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط وإنما بكل دول العالم. فمنذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع المقولة الشهيرة أن المرأة نصف المجتمع، لكن هذا النصف يعاني الكثير في ظل عدم الإنصاف والخذلان من المجتمع. ومن هذا المنبر أقول لكل امرأة عراقية: أنت لست نصف المجتمع، بل المجتمع بيكمله، فنصفه الآخر يولد من أرحام مثلنا. أنت أمهاتنا، خواتنا، زوجاتنا، بناتنا، فمن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإدلال والعنف ضد النساء. على صعيد متصل، أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى فتاة كانت مقيدة بالسلاسل أثناء نشوب حريق داخل منزلها جنوب المحافظة. وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن فرقها نجحت وبالوقت المناسب من إنقاذ فتاة مقيدة بسلاسل حديدية في أحدى النوافذ داخل دار محترق في قضاء الخضر جنوب المثنى، بعد أن كسرت السلاسل الحديدية وأخرجت الفتاة قبل أن تطال جسدها النيران الملتهبة. وأشارت المديرية إلى تسليم الفتاة إلى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية للتحقيق في ملابسات وأسباب الحادث. وحذرت منظمات غير حكومية في العراق من ارتفاع العنف ضد المرأة في وقت سجلت فيها المحاكم أكثر من 15,000 قضية عنف أسري منذ بداية 2021، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة إنصاف المرأة العراقية وإعطائها دورا أكبر في العملية السياسية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تكافح المرأة في العراق من أجل تعزيز حقوقها ومواجهة التمييز وانعدام المساواة والانتهاكات في ظل نظام ومجتمع تعصف فيه الانتهاكات والفوضى. إحصاءات غير رسمية نشرتها منظمات خلال العام الماضي أشرت واقعا متشائما لوضع المرأة العراقية، حيث ارتفع حجم العنف الأسري والاعتداءات على النساء، فضلا عن ارتفاع نسبة حالات الطلاق والانتحار وسط غياب قوانين حمايتها. وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان أن المحاكم سجلت خلال الأشهر الماضية منذ بداية عام 2021 أكثر من 15,000 قضية عنف أسري، فضلا عن وجود الآلاف من القضايا التي لم تتقدم بها ضحايا الاعتداءات بسبب الخوف أو الأعراف الاجتماعية. وفي الشأن السياسي، فقد شددت رئيسة بعثة يونامي في العراق جنين بلاسخارت على ضرورة إعطاء المرأة دورا أكبر في انتخابات تشرين، ودعت إلى إعطائهن مناصب عليا في الدولة العراقية. تعمل البحث مع منظمات المجتمع المدني للمراقبة والإبلاغ عن أي عنف سياسي قائم على النوع الاجتماعي وخطابات الكراهية ضد المرشحات كجزء من مشروعها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. كما قدمت البحث منحا صغيرا للمنظمات غير الحكومية المحلية للقيام بأنشطة توعية مدنية للناخبين التي تستهدف الناخبات كمجموعة ديموغرافية رئاسية، تشمل المجموعات الأخرى التي يجب ضمها الشباب ناخبون لأول مرة، المستبعدون اجتماعيا، المجتمعات المستضعفة، النازحون، العائدون، الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة. أما مشروع قانون العنف الأسري فقد واجه صراعا سياسيا بين الأحزاب المدنية والإسلامية، ويقول خبراء إن القانون يمثل تطورا كبيرا في الفكر الاجتماعي العراقي، وأنه يمنح خيارات للصلح والتراضي، كما أنه يضمن حصول الطرف المعتدي على التقويم النفسي لعدم تكرار الاعتداء.
وتؤكد الأمم المتحدة أن جائحة كورونا تسببت بتفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق، محذرة من أن أغلب النساء يواجهن مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي. حول هذا الملف تنضم إلينا كل من الباحثة الاجتماعية زينة باسم وأيضا الناشطة النسوية أروى العامري. أبدأ معك سيدة أروى. السيد الكاظمي يحث الجهات التشريعية والتنفيذية على إنصاف المرأة، يقابل ذلك فرق الدفاع المدني تنقذ فتاة في محافظة المثنى كانت مقيدة بالسلاسل. فنتحدث صراحة، هل اليوم هذه المشكلة تكمن في التشريع عام التنفيذ أم هي مشاكل مجتمعية يجب فعليا فتح تحقيق فيها والمساهمة في القضاء عليها؟ مساء الخير عليك أولا وعلى كل المشاهدين الشرقية نيوز. سألتني إذا كان ممكن أنه بالقانون وتنفيذ القانون أم هي مشاكل مجتمعية. هي مزيج من الاثنين، لكن النسبة الأكبر هي للمشاكل الاجتماعية اللي تلعب دور كلش كبير، لأنه غالبا المشاكل هاي هي يعني متجذرة ومتأصلة، يعني كأنما هي إرث من العشيرة أو من العائلة، بالتالي راح يقل حالات التبليغ عنها، بالتالي ما راح توصلنا بسهولة. وهذا وبالرغم أنه إحنا نسمع عن يعني حالات كثيرة خطيرة، يعني هذه الحالة وهي مقيدة بالسلاسل، يعني هل ممكن أنه نفتح تحقيق بهذا الموضوع؟ غالبا راح يظهر شخص من أفراد العائلة هو المعتدي أو المتسبب بمثل هيش نوع عنف. هي غالبا مشاكل حتى وان سلط عليها القانون والقانون التنفيذي خاصه والتشريعي واسست لها قوانين، بالتالي مرجعها هو راح يكون يعني المجتمع وللاسره تحديدا. التي تجري هي مزيج ما بين الاثنين، ما بين مشاكل ربما تنفيذيه وبين مشاكل مجتمعيه. التفاوت الذي يحصل في العراق بين منطقه واخرى في هذه المشاكل الى ماذا ينسحب؟ ما السبب اليوم توجد مشاكل مثلا في هذه المحافظة أكثر من المحافظة الثانية، خاصة أن المحافظات التي تحدث فيها المشاكل ذات طابع عشائري، من المفترض ربما لا تحصل فيها هكذا حالات تعنيف؟ هو عادة بالعكس تماما، غالبا المناطق العشائرية، المناطق اللي ذات طابع ريفي هي اللي تكثر فيها حالات العنف. أيضا المستوى الاقتصادي يؤثر بشكل كبير، حيث نجد أن المناطق والدول اللي تعاني من الفقر أو من شدة الفقر ومستويات فقر يعني خلينا نقول عالية جدا هي أكثر تعاني من العنف، خاصة العنف الأسري، بينما تجد العكس لما تكون الدولة ذات حالة اقتصادية يعني ذات مستوى جيد أو أعلى. فمبدئيا هو النقطتين رئيسيتين، الأولى الوضع الاقتصادي مؤثر جدا خاصة لما تكون المرأة هي معيلة لأسرتها، أيضا من الممكن أنه تتعرض للعنف. والسبب الثاني هو يعني ممكن تشوف حالات عنف أقل في مركز مدينة أو في العاصمة على عكس المحافظات الثانية أو المناطق الريفية والنواحي والأقضية، راح تجد حالات شبيهة بحالات العنف هذه كثيرة جدا، وفي الغالب ما يتم التبليغ عنها لأنه عادة المبلغة تكون خائفة جدا. أذكر إحدى المواقف بشكل سريع، أنه أغلب الصديقات اللي الدكتورات اللي يكونن بالمستشفيات تجيهم حالات عنف، تكون يعني الفتاة أو السيدة اللي جاية معرضة بالكامل للعنف، جسدها يكون بآثار عنف، وتشاور الدكتورة تقولها أنا زوجي اللي عنفني بس أرجوك لا تسوين تقرير حتى لا نتحول لمركز شرطة، بالتالي تكون القضية أكبر، وبالتالي المبلغة نفسها راح يعني مردودها يعني للمبلغة نفسها، فراح تتعرض لعنف آخر بسبب أنه هي بلغت عن هذا العنف. يعني سيدة أروى، يعني هناك مسؤولية مشتركة ربما تقع على عاتق الجميع، المجتمع، الأسرة، في أي جهة ربما يكون هناك تواجد للمرأة. ولكن إذا تحدثنا عن دور الأمم المتحدة ربما في العنف ضد المرأة، ما الذي قدمته الأمم المتحدة داخل العراق؟ يعني هناك تصريحات كثيرة لبلاس خارت حول دعم المرأة، ولكن ما الذي قدمته الأمم المتحدة بهذا الصدد؟ حتى أكون يعني صريحة جدا، هي لم تقدم شيء ملموس، هي ممكن أن تقدم
دراسات، تقدم إحصاءات، ممكن أنه ترسل باحثين سواء مختصين بعلم النفس أو الاجتماع حتى يدرسون الحالة اللي موجودة بأي بلد، لأن إحنا نعرف أن العنف موجود بكل البلدان وبكل الثقافات، لكن حجمه يختلف هذا العنف من منطقة لأخرى. فمنطقتنا العربية معرضة بشكل أكبر من مثلا الدول الأوروبية لهذا النوع من العنف. فإحنا نفتقد يعني عوامل وعناصر عديدة حتى نوصل لما تتكلم عنه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ممكن تقدم توصيات، تقدم حلول، لكن ما راح تقدم لنا نتيجة ملموسة تغير فعلا من واقع المجتمع. أروها، يعني هل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، في العملية السياسية، ربما تسهم في الحد من العنف ضد المرأة؟ وكيف تنظرين إلى المشهد السياسي العراقي؟ هل هو أنصف المرأة العراقية أم ربما ظلمها كما يجري من حالات تعنيف ذكرتها؟ ممكن يكون، يعني أنا ما أشوفه ظالم، لأنه إحنا مجتمعنا اللي ظالم، يعني يعني قانوننا مستمد من الأعراف والتقاليد، يعني العرف هو الأساس للقانون. فما دام إحنا عندنا هذا المجتمع يحتاج للعمل عليه هواية حتى نعمل على قوانين ممكن تحد من هيك ظاهرة. لكن مبدئيا إحنا عندنا الكوتا النسائية موجودة في البرلمان، فإحنا يعني دور المرأة محدد، أو نسبة المقاعد للمرأة في البرلمان متحددة بالقانون. ف يعني يمكن لو ما كان وجود الكوتا النسائية كان شفنا مقاعد أقل للنساء أو تواجد أقل كتمثيل برلماني للنساء. ممكن إحنا كنساء ندعم نساء أخريات كمرشحات يمثلنا، هذا ممكن يحد من الظاهرة لما يكون برنامجها الانتخابي يستهدف المرأة وتثقيف المرأة والحد من العنف الأسري. لما تهتم المرأة المرشحة بهذه الجوانب، لما يكون برنامجها الانتخابي يمتاز ب يعني هيك انواع بروجرامز، اكيد راح نلاحظ اكو حد من ظاهرة العنف بشكل عام. نعم، وكيف قرأت تصريحات رئيس الوزراء اليوم حول دعمه للمرأة، وذكر بأنه المرأة العراقية كل المجتمع؟ هل كانت هذه التصريحات ربما بمثابة رسالة اطمئنان للمرأة وربما رسالة أمل اليوم بعد هذا اللقاء؟ أكيد هي رسالة أمل وأكيد هي رسالة اطمئنان، لكن إحنا يعني خلينا نكون واقعيين، صار لنا سنوات نعاني من هذا الموضوع والحالة في تزايد وتفاقم، حتى بعد يعني تفاقمت بعد ظاهرة كورونا بعد هاي الوباء. يعني هي رسالة اطمئنان، وبنفس الوقت أنا أرجو أنه هي تكون رسالة للتشجيع وللدعم، دعم المرأة. اليوم نسائنا لما يسمعون رئيس الوزراء يتكلم بهذه الطريقة أكيد رح يكون لهم حافز أقوى أنه يدخلن معترك سياسة أو يدخلن بقطاعات خاصة أو قطاعات عامة، بالتالي هذا كله رح يأثر على يعني ميزانية التنمية والميزانية الوطنية بأكمله، لأنه يمكن الناس العامة ما تعلم بهذه النقطة، أنه كل ما يزيد العنف الأسري كل ما تفكك المجتمع، وبالتالي يأثر ويسبب أزمات مالية ضخمة للبلدان. يعني إحنا أكيد نشعر بالسعادة لما نشوف نسب وإحصائيات تتكلم على أنه أكو نساء عاملات، يعني كذا نسبة في مجالات إحنا يعني نشوفها في سواء سياسية أو اجتماعية. نعم أروى، كيف تصفين بعض الأحزاب والكتل التي كلما أراد البرلمان أن يقر قانون معين للحد من العنف وقانون معين للمساهمة ربما في لملمة شتات الأسرة العراقية، يقفون بالضد من هذه القوانين؟ أنت كمرأة عراقية يعني كيف تصفين هذه الكتل، ولماذا هي تكون رافضة وواقفة بوجه مثل هكذا مشاريع؟ غالبا لأنهم مجتمعيا يعني مبنيون بهذا الشكل، يعني التركيبة أو التركيبة المجتمعية خلتهم يفكرون بهذا الشكل. زائدا أنه المرأة قد تكون مخيفة إذا دخلت معترك السياسة، خاصة إذا حصلت على دعم سياسي، فهم ما أعتقد يريدون يزيدون نسبة النساء بالسياسة، ما أعتقد يريدون النساء تحصل على دعم كافي، خصوصا وأنه أصلا لا تحصل على دعم كافي أصلا. يعني مثل ما نشوف الرجل عنده العشيرة، عنده منطقته تدعمه بالانتخابات، عنده
مجال المهن يدعمه. المرأة ما عندها هذه القوة، ما عندها هذا الأعداد الكافية حتى تدعمها بالترشيح، وممكن أيضا تصرف على حملاتها الانتخابية، ممكن أيضا بسهولة يعني تتعرض لتسقيط في كمرشحة أو كسياسية. ليش الأحزاب يرفضون أي تعديل على القانون الأسري أو أي شيء ممكن أنه يسوي تحديث أو تطور بالقانون الأسري؟ يمكن لأنهم يعني يشعرون بأنه هذا التحديث راح يسبب انحلال أو يعني عدم سيطرة على بين قوسين على بناتنا في المجتمع. كل ما بالأمر هذا القانون راح يضمن حقوقهم ويحد من المشاكل الاجتماعية اللي تصير. اليوم ده نسمع عن حالات غريبة يعني خاصة على منصة الشرقية، ده نسمع بجرائم ده ترتكب بطريقة غريبة، أخ بأخته، أب ببنته، زوج بزوجته. فإحنا تزيد هذه الحالات، فهذا المفروض يكون يعني تنبيه أو ضوء أحمر ينبهنا على مشكلة هناك في تشريع القانون في صياغته وأيضا في تطبيقه. نعم، الناشطة النسوية أروى العامري، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. احذروا من خدعكم وسرق أصواتكم ثم تخلى عنكم ولم يسأل عن أحوالكم. اخرجوا إلى الانتخابات وانتخوا على أنفسكم وأنصفوا أهلكم. هناك بعض الكيانات وبعض الأحزاب قاعد تهدد المواطنين في بعض مناطق سكنهم إنه لما تجي تجيب لك فيها 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، وإذا ما انتخبنا إحنا نعرف شو نتعاطى وياك. الكاظمي يشرف بنفسه على ممارسة نامية خاصة بالانتخابات ويحذر كيانات وأحزاب تهدد الناخبين وتبتزهم. مقاطعة ما أريد، لأن المقاطعة ما تخدمنا. أريد ناس يقود البلد هذا. أنا اليوم كشاب لازم يكون عندي وعي سياسي، لازم أعرف إذا أروح أنتخب الشخص الصحيح راح أوصل النتيجة الصحيحة أنا أريدها. صوتك مصيرك، حقك ووعيك. أهالي المنصور يطلقون عنان التغيير. 10 من تشرين يوم عقاب الفاسدين. سعيا وراء مطالب الشعب وتطلعاته، الحلبوسي يواصل لقاءاته مع العراقيين، والبناء والإعمار أولوية التقدم. إن شاء الله نشارك بهالانتخابات نحو الأفضل إن شاء الله. نريد نزيح الوجوه القديمة بوجوه جديدة إن شاء الله. نريد إعمار، نريد خدمات، كله مفقود من عنده. من صرخة تشرين إلى صولة التغيير، مهد الانتفاضة يثأر للشهداء عبر صناديق الاقتراع. والله مشكلكم وأوج بوحل ذكري أبي بتفهم ببشرة كذبي وبيل لحلولي جدي بكري دوا دور لعاطفة ودور لتعصبش. البرزاني يعلنها الشراكة في العراق تبخرت وبدون توافق وتوازن لن تحل المشاكل مع بغداد. بعد الموصل والعبارة وداقوق مخمور تزف شهداء الإرهاب، بقايا داعش تضع الأبرياء بدائرة الخطر. أقول لكل امرأة عراقية، أنت لست نصف المجتمع، بل المجتمع بيكمله فنصفه الآخر يولد من أرحام مكنة. المرأة العراقية كل المجتمع ونرفض أي تعنيف ضدها، يقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. سقط أكثر من 10 شهداء وجرحى بهجوم شنه تنظيم داعش على إحدى القرى التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق الموصل. مصادر أمنية قالت أن مسلحين من داعش هاجموا فجر السبت قرية الخطاب التابعة لناحية القراج ضمن قضاء مخمور وقتلوا 4 أشخاص وأصابوا 7 آخرين غالبيتهم من المدنيين بعد اشتباكات مع أهالي القرية استمرت لساعات. وأكدت المصادر بأن ضابطا برتبة نقيب في الشرطة وشقيقه المدني
إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري سقطوا ضحايا الهجوم على قرية الخطاب عندما انفجرت عبوة ناسفة استهدفتهم أثناء الملاحقة والاشتباك مع مسلحي تنظيم. وندد مرشح تحالف تقدم عن نينوى فلاح الزيدان ندد بهجوم مخمور ودعا إلى ملاحقة المجاميع الإرهابية التي تحاول تجديد نشاطها بعدما خسرت وجودها. وشدد أهالي المنصور غربي بغداد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها الخيار الوحيد للتغيير بمنع عودة المتهمين بالفساد إلى العملية السياسية والمواقع الحكومية. عدينا الإدلاء بالصوت الانتخابي أمانة يحملها كل ناخب عراقي تجاه العراق. خطاب عادل والتفاصيل. متمسكون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، أهالي المنصور يقولون لا للمقاطعة. استحقاق انتخابي يجب أن يستغل بصورة إيجابية. مقاطعة ماكو، بس لكن اليوم إذا مشت هاي القواعد اللي صحيحة اللي ما من دخل الأحزاب فإحنا راح يصير انتخاب. ينتخبون الناس اللي خيرة، اللي عتها ذمة، اللي عتها ضمير، اللي محافظ على البلد. هذا اللي نقوله. مقاطعة ما نريد، لأن المقاطعة ما تخدمنا. نريد ناس تقود البلد هذا من صغير إلى كبير. على مشاركة الانتخابات المفروض إحنا كنا كشباب ننتخب الشخص المناسب اللي يفيدنا، اللي راعي مصلحتنا. من جيب يان كان الفاسد من ننتخبه مرة ثانية. أهم شيء يكون انتخابات نزيهة. هنا في ساحة الأردن في اليرموك ينظم شباب حملات توعوية تؤكد على ضرورة الوعي السياسي والحرص على الإدلاء بالأصوات وقطع الطريق عن المفسدين. احنا بالنسبه لنا كدائرة المنصور وكمنطقه اليرموك والمناطق المحيطه بها، بالنسبه لنا عازمين على التغيير ونطلع ننتخب الشخص اللي نشوفه مناسب للمسؤوليه ويمثلنا بالبرلمان العراقي. سبب مقاطعه الانتخابات هذا السبب خطا. انا اليوم كشاب لازم يكون عندي وعي سياسي، لازم اعرف اذا اروح انتخب الشخص الصحيح راح اوصل النتيجه الصحيحه انا اريدها. المشاركة التامة والخروج إلى صناديق الاقتراع أمانة، هكذا تقول العائلات التي تصر على التغيير والتي تتطلع إلى استقرار اقتصادي وأمني وسياسي. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد. وأكد شيوخ وجهاء عشيرة الجبور في بغداد بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وشرعي وأن العزوف عنها يعد بمثابة خيانة للوطن. وشدد شيوخ وجهاء الجبور خلال تجمع عشائري شددوا على أن الصوت الانتخابي أمانة وعلى كل عراقي غيور على وطنه أن يلتزم بذلك الواجب، لأن صوته سيمنع صعود الفاسد والسارق والقاتل. نرجو من كل ناخب شريف غيور بانه يطلع الصناديق الاقتراع، مو يبعد ويعزل، العزوب بعد يفيدنا. لا لا، ما مو بس ابو سيد، لكل مواطن هذا واجب شرعي عليه. فاللي نرجو من الله ثم منهم انه يتوجهون الصناديق الاقتراع، وهو اللي يشوفه منه مناسب خليه ينتخبه. خلينا نغير احنا اللي نجيب التغيير. وخلينا نتفق احنا كليتنا نسمي صندوق الانتخابات، خلينا نسميه صندوق العقاب. المن السارقين المال العام، اللي دمروا البلد، اللي وصلونا الى هلاك. احنا هلكانين، احنا شعب هلكان، ما تعرف مصيرك، شنو عشاك، شنو غداك، شنو ريوقك، شنو راح تعيش، شنو راح تمشي بالشارع، هل انت مأمن على حياتك، هل انت مكيف ابنك طالب مدرسه، طالب راح يروح راح يجي، هذني كافي. الشعب العراقي هو منتفض اساسا وينتظر ساعة الخلاص، وساعة الخلاص تجي على رجال آمنوا بالله واليوم بالله يوم بالوطن. وحب الوطن ترى فرض، واللي يميل غير الوطن مهما كانت المبررات هذا خائن. هسه زمن الاقتراع، زمن الصندوق. روح غير، روح زيح هذول الناس اللي هم مفسدين. انت مو قاعد بالبيت ومقعد عائلتك ومقعد اخوتك بالبيت وتريد البلد ان يصير. ما يصير البلد اذا ما ينبني صحيح، والمفسدين بالاصوات نطلعهم على صفحه، نأشر عليه بالاصوات، المفسد يطلع بهالطريقه هاي.
وفتح برنامج قيل وقال على الشرقية نيوز ملف استغلال موارد الدولة من وزارات ومؤسسات حكومية لأغراض انتخابية. وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي رفض عبر برنامج قيل وقال وضعه في دائرة الاتهام، وقال إن كل ما يقال عن استغلال الوزارة لمنح رواتب الرعاية الاجتماعية يندرج ضمن التنافس الانتخابي في الدائرة التي رشح فيها الوزير. ومن جهتها كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفيان فائق عن ضغوطات تتعرض لها الوزارة من قبل مرشحين لغرض تحويل منحة النازحين إلى جماهيرهم في دوائرهم الانتخابية. وجهت دعوة إلى وزير العمل حتى يجاوب على الاتهامات اللي توجهت إليه سواء من قبل خصوم أو من قبل منافسين إليه بالانتخابات في محافظته بشأن منح رواتب رعاية اجتماعية لأغراض انتخابية. هسه إلى كمرشح أو لكتلة سياسية معينة أو لحزب معين صدقا ما أعرف. ردت أستفهم أيضا، هل فعلا أن السيد الوزير تم وضعه أمام خيارات كان من بينها أما أن يستقيل من الوزارة ويرشح بالانتخابات براحته أو ما يرشح أصلا؟ الرجل قال أنا ما ممكن أعامل كمتهم، وهذه الاتهامات جاءت على خلفية تنافس انتخابي في دائرتي. وزارة العمل ليس لديها الموارد المالية المخصصة بالموازنة لصرفها على الناخب أو على الجمهور أو على الانتخابات، ما ممكن. لا يوجد شيء في الوزارة يغير الناخب أبدا. يعني الإمكانات الموجودة لدى المحافظين ولا وكلاء في وزارات ولدى يعني جهات حكومية كثيرة أكبر من وزارة العمل. وزارة العمل يعني تعجز عن صرف مستلزمات العمل اليومي. يعني وين استغلال الموارد الدولة؟ إحنا السيارات ما عندنا، إحنا وقود للسيارات ما نقدر نصرف، هي هاي الحقيقة. حقيقة أستاذ عزيز يعني تعرف أكو بعض المرشحين يطالبنا إحنا كوزارة أنه نصرف لجمهورة منحة 1.5 مليون، وإحنا حقيقة ما نوافق على هذا الشيء، لأن هو راح تدرج كلها ضمن ضوابط وتعليمات قانونية للوزارة، وتتحمل اللجنة تبعات هذا الأمر. من حق الرأي العام يفكر أنه هناك بعض القادة التنفيذيين في هذه الحكومة يستغلون مناصب. هذه الصورة النمطية اللي خلقتها الحكومات السابقة. ويرجح أكاديميون في الأنبار أن تكون انتخابات 10 من تشرين الأول واحدة من أكبر التجمعات الجماهيرية التي تترجم التطور العمراني والاستقرار الأمني في المحافظة إلى أصوات لمن يستحقها. واستكملت اللجان الأمنية واللوجستية الاستعدادات كافة التي يفصلها تقرير مصطفى الحامد. 10 من تشرين الأول القادم موعد للتغيير، سعي شعبي في الأنبار للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم. أكاديميون أكدوا توفر الأجواء الملائمة للاقتراع بعيدا عن السلاح المنفلت والمال السياسي، والسكان يؤكدون المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. تهم للانتخابات والمشاركة بكثافة في هذا العرس العراقي الجديد، حيث هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها من حيث توزيع الدوائر الانتخابية ومن حيث المشاركة ومن حيث الانتخابات. اليوم نلاحظ أن الدوائر الانتخابية كل مدينة تعتبر أو كل قضاء يعتبر دائرة انتخابية بحد ذاتها، لها مرشحين مستقلين ومرشحين تابعين للأحزاب. أنا راح أشارك بالانتخابات، وعلى المواطنين كافة المشاركة بالانتخابات هذه التغيير. وان شاء الله ان شاء الله كنا مقبلين على الانتخابات، كنا راح ننتخب الرجل المناسب للمكان المناسب. حركة حرة على مدار يوم الانتخاب بحسب توصيات القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة شرطة الأنبار تؤكد دخولها حالة الانذار القصوى بدءا من مطلع 20 الأول. اليوم كان لنا لقاء مع كل مدراء اقسام وزارة الداخلية في مقر قيادة الشرطة من اجل ايضا اعداد واعداد اللمسات الأخيرة للخطة وتأمين المراكز الانتخابية، وكان وفق ما مقرر أيضا والتوجيهات الطوق الأول من قبل
قيادة وزارة الداخلية، والطوق الثاني أيضا من قبل وزارة الداخلية، والطوق الثالث من قبل الجيش المتواجد في المحافظات أو محافظة الأنبار، وكذلك أيضا هناك تنسيق على المستوى مع المفوضية الموجودة في المحافظة من أجل أيضا انسيابية الحركة وتنسيق على المستوى. مفوضية الانتخابات في الأنبار أعلنت عن تجاوز المحدثين لبطاقاتهم حاجز 60%، فيما تؤكد الأوساط الشعبية نجاح الانتخابات في ظل غياب المال السياسي والسلاح في المحافظة. من الأنبار مصطفى الحامد، الشرقية نيوز. وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل، حيث أفادت مصادر أمنية بسقوط ضحايا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية بهجوم شنه تنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت المصادر إن عناصر داخل داعش شنت هجوما على قوات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة وادي شبيتشا التابعة إداريا لقضاء داقوق بمحافظة كركوك. وأضافت أن ثلاثة من أفراد الشرطة الاتحادية استشهدوا، إضافة إلى إصابة رابع بجروح جراء الهجوم، مشيرة إلى أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة عسكرية أثناء توجه قوة إلى مكان الحادث، ما تسبب بأضرار مادية. ينضم معنا أتيلا الأغا مراسل الشرقية نيوز من كركوك. أهلا بك أتيلا، آخر التفاصيل لديك والتطورات. أهلا وسهلا، بداية المجد والخلود لشهداء الشرطة الاتحادية، شهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى في هذا القاطع الذي طالما تعرض لهجمات داعش الإرهابي. يعني الهجمات تتكرر في هذه المنطقة، القوة الممسكة بالملف الأمني هناك بحاجة إلى تعزيزات إضافية. يعني أود أن أشرح بالتفصيل ما يجري بهذا القاطع، قاطع داقوق وقاطع الرشاد. قبل بعد الهجمة التي يعني هذه المنطقة تعرضت لهجمات، لكن الأقصى منها كانت عندما تعرضت اللواء 19 أعتقد في الفرقة الخامسة، إلى عندما سقط 12 شهيد في هذا القاطع أو قريب من هذا القاطع بالذات. يعني انطلقت عمليات عسكرية فور ذلك، وبالضبط في محور أو في مناطق كركوك الشمالية. هذا التعرض كان في جنوب كركوك، لكن بحسب معلومات استخبارية وبعد فترة وجيزة تم انطلاق عملية عسكرية أو تحديد موقع أو مضاف لداعش بالقرب من قرى كتكا وقرى غالوزي وقرى تابعة لناحية آلتون كوبري، وطيران التحالف الدولي أيضا تدخل هنا. تمت إصابة أو تحديد هذا الموقع بحسب معلومات، حتى على الأرض جهاز مكافحة الإرهاب أيضا تدخل بهذه العملية. كان هناك إصابة ثمانية من داعش، ثلاثة منهم عثر على جثثهم والباقي تحول إلى أشلاء. لكن التعرضات مستمرة في هذه المنطقة. اليوم في وادي شبيتشا هذه المنطقة وعرة، فيها أودية، فيها مبازل، من الصعب السيطرة على هذه المنطقة، خاصة هناك مضافات عديدة وهناك مساحات واسعة. قبل فترة الحكومة المحلية أيضا خاطبت وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء بأنه هذه المناطق بحاجة إلى تعزيزات. عمت الله، يعني معلوماتك كبيرة والقوة الممسكة. نعم عفوا أتلا، لكن معلوماتك يعني من خلال القوات الأمنية هناك من القيادات، من قيادة المحافظة، لماذا لا يتم تعزيز هذه المناطق بربما تعزيزات تحتاجها؟ هل تعدد الصنوف داخل هذه المناطق هو ما يؤدي ربما إلى هذه الخروقات؟ لأن المناطق متباعدة، مرة في الدبس، مرة في الرشاد، ومرة في قطع داقوقة. يعني القاطع برمته جنوب كركوك والجنوب الغربي وشمال كركوك كلها مستهدفة. داعش بدأ يتنامى بالفترة الأخيرة، بهذه الفترة ما دفع لجنة وزارية من الداخلية والدفاع، وزير الدفاع شخصيا حضر ووصل إلى المنطقة التي تعرضت لهجمة لداعش، وهناك أنباء عن وصول تعزيزات بالفترة القريبة. لكن كما قلت، هذه المنطقة وعرة جدا، من الصعب السيطرة عليها بالقوة المتواجدة حاليا. هناك طلب لوصول أو لاستخدام تعزيزات سواء من الجيش أو فرق من الشرطة الاتحادية، وبالتحديد المنطقة بحاجة إلى فرقة
عسكريه اضافيه بحسب اداره كركوك ومحافظ كركوك الذي يطالب بوصول او باستخدام قوه جديده، لان هذه هناك سياسيون يقولون انها نعم سوف تستمر حتى الانتخابات هذه الهجمات. وهذه المناطق ايضا اريد ان اضيف انها بحاجه الى اعاده نازحيها واسكانهم في هذه المناطق على وجه الخصوص. مراسل الشرقيه نيوز في كركوك تيلا لغا، شكرا لهذه المعلومات. نعم اذا انتهى حصادنا لهذه الليله، نشكر لكم طيب المتابعه، الى اللقاء، تصبحون على خير.